بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلوات وتم التسليم. السلام عليكم، مرحبا يا إخوان، الله يعطيكم الصحة والعافية. هاي جايز، ربي يعطيكم العافية إخواني. اليوم حتكلم عن الأبجريد، عن تطوير الموديلات. أنواع التطوير قسمتها لكم إلى 10 أقسام، يعني عشان تكون سهلة على الواحد معرفة التطوير كيف ممكن يكون وبأي آلية، وأنواع التطوير في الموديل وإيش اللي يسمى تطوير. في فرق في الهواية بين الأبديت والأبجريد. فالأبديت خاص بالبرامج الخاصة بالريموتات أو بمدير الطاقة، والبروتوكولات لإخواننا هاوين يعني الطيران، بروتوكول جديد، تحديث على البروتوكول الخاص بالطيران، وكل يعني فئة أو نوع من موديلات الارسي كار له تحديث معين. البوت يعني السيارات طبعا زي ما انتم عارفين، كمان الطائرات، فكل واحد من الموديلات هذه له تحديث خاص فيه وريموت مناسب له. فبنتكلم يعني يعني توضيح اشمل عن موضوع التطوير في الموديل، وبنتكلم بشكل خاص عن الموديل البطل هذا لوسي. لوسي طبعا دي بي اكس ال اللي هو طبعا موديل البقي 1/5 من لوسي، موديل رائع وجميل جدا جدا. وزي ما انتم شايفين يا اخوان، طبعا الموديلات اللي بتكون على الرمال بيكون فيها تفاصيل ديتيلز، والحقيقة الموديل يعني مو محتاج اي يعني نوع من انواع الابجريد اللي انا بوضحها لكم زي الزينة. فالتفاصيل الموجودة فيه ويعني ديتيلز الحقيقة جميل جدا جدا، ويعني وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني كشركة ما يحتاج نتكلم عنها، لوسي مبدعة في موديلاتها وتطور الإلكترونيات الآن بعد دينامايت الآن سبيكتروم، فالحقيقة روعة. ملاحظاتي على الموديل، يعني حتكلم عن أمور بسيطة عن الموديل، لكن خلينا نبدأ بالأبجريد بشكل عام، وكمان نكمل عملية التفاصيل والزيوت اللي أخذتها من لوسي، ويعني باقي التفاصيل اللي ممكن نتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. لو حتلاحظوا في بعض الأبجريد موجود في الفيديوهات السابقة أنا ما ركبته إلى الآن، وحتى نفس الشيء السيرفو البطل هذا اللي بقوة ضغط 80 كيلو أفضل من اللي موجود عليها من سبيكتروم، برضو البلاستيك لكن هذا طبعا ألمنيوم ومتين جدا، وهذا رقم السيرفو نفسه ألمنيوم بقوة ضغط 80 كيلو، فهذه قوة عالية. أنا استعرضته في فترة سابقة، زي ما أنتم عارفين يا أخوان لازم أدعم الستيرلينج بشكل عام بشكل قوي حتى اني اركب السيرفو هذا. فالواحد قاعد طبعا بيجمع بعض القطع الخاصة بالموديل من نفس الشركة الخاصة بالدعم حتى يقدر يطورها في فترة معينة لما يستخدم الموديل في الرمال، ويكون فيه مرتفعات، ويعني مرتفعات ما هي عالية جدا طبعا على موديل ثقيل، لكن بشكل عام وقتها يحتاج الموديل لدعم. طبعا يعني ما شاء الله الموديل زي ما وضحت لكم أول بتو شاصي للموديل لتقويته، لكن يحتاج برضو للأعمدة هذه اللي بتثبت البدي وبتعطيه للشاصي وبتعطيه الشاصي حتى أو البدي بتعطيه متانة أفضل. فللفترة الجاية هذا جزء من الستيرلينج عامل كعامل المساعد زي ما تشايفين، أفضل من البلاستيك الموجود عليه. دحين بستعرض بعض الأمور في الموديل وبنتكلم عن باقي التفاصيل. فزي ما شفت يا اخوان يعني الواحد بيجمع، لا تنسوا الابجريد وعمليه التطوير وشراء القطع ما هي بالساهل في توفيرها، احيانا تكون موجوده في الموقع احيانا ما تكون موجوده، القيمه الشرائيه حقتها عاليه، فاحيانا يعني بترتب لنفسك ميزانيه معينه حتى تقدر تشتري منها. لا تنسوا الهوايه مكلفه جدا لكنها هوايه جميله ورائعه، وارجع اعيد واقول في كل فيديو
اللي عنده أبسط موديل آر سي كار فهو بطل، لأنه مستمر في الهواية هذه. وبالتوفيق، استمتع بموديلك، وإن شاء الله للفترة الجاية تأخذ موديلات أفضل وأفضل وأفضل. وبشكل عام هذا أمر جميل في الهواية، إنه في بعض الشركات اللي ممكن تكون في متناول الجميع، فهذا شيء جميل جدا ومتناسب مع يعني شرائح الآر سي. زي ما أنتم عارفين أكثر شريحة مقبلة على الآر سي كار اللي هم طبعا متقاعدين، بيكون عندهم دخل، فبيكون عامل مساعد. لكن ما تقارنها بطالب مبتدئ بياخذ مصروف، العفو، هذا شيء طبيعي، ما هو حاجة، ما هو عيب، بالعكس. فيعني بيكون يعني القدرة الشرعية عنده محدودة لوضع معين. الله يعطيكم الخير، وعندكم الخير كلكم، وربنا يحفظ والديكم اللي بيدعموكم في هواية جميلة. لكن في نفس الوقت لازم الواحد بيقدر كل أخواننا من الثلاث الفئات، فئة الشباب طبعا بعضهم بيكونوا بيعملوا بعضهم ما بيعملوا. فالهواية بشكل عام يا إخوان هواية مكلفة، لكن ولله الحمد والفضل لله إنه في يعني أكثر من شركة بتقدم موديلات، وإن شاء الله تكون في يعني متناول الأخوان كلهم. طيب نتكلم يعني عن بشكل سريع أوضح لكم عملية التطوير اللي بتصير. وضحت لكم أن طبعا الأبديت بيكون للبرامج، لكن الأبغريد هذا بيكون تفاصيل كثيرة، وفيها يعني أنا قسمتها إلى 10 عناصر، وكل عنصر فيه تفاصيل خاصة فيه. يعني أبسط أبغريد أنت ممكن تعمله على الموديل اللي هو البطارية، تغيير بطارية. يعني عندك موديل مثلا ببطارية نيمة فتغيرها اللايبو، هذا تطوير وأداء أقوى للموديل. طبعا بتنتقي بطارية حسب قدرة وإمكانيات الإلكترونيات الموجودة فيه، طبعا يعني هذا أمر منطقي. فالمهم من نيمة إلى لايبو فهذا يعني أداء قوي جدا للموديل، من لايبو إلى هاي فولتج فهذا كمان أداء وقت زمني أفضل. زي ما أنتم عارفين يا أخوان الهواية ترى أنت بتشحن البطارية متوسط ساعتين، وبتستخدمها ربع ساعة أو يعني نص ساعة لو أنت متوازن في عملية الاستخدام. سيبكم من موديلات الكراولر اللي ممكن تركب عليها البطارية وتستخدمها 8 ساعات أو شيء زي كده، لأنه ما في استهلاك كبير للطاقة. لكن لما يكون عندك موديل كبير في إلكترونيات كبيرة، في استهلاك الطاقة بيكون سريع جدا، وحسب طبعا ما وضحت لكم في التفاصيل اللي فاتت توازن في عملية يعني الاستخدام، حتى يكون في مجال أو وقت زمني جميل معاك في استخدام. فهذا أول تطوير، يعني أبسط تطوير من غير ما تغير أي شيء، اللي هو تطوير البطارية، تغيير بطارية أفضل بكابستر أعلى متناسب مع السبيد الموجود في الموديل مدير الطاقة. فهذا أمر يعني جميل جدا، بتحافظ فيه على الموديل وما بتتلف معك السبيد، وفي نفس الوقت تجلس وقت زمني جميل. طيب النقطة الثانية اللي هو تعزيز الإلكترونيات، تعزيز الإلكترونيات بكابستر بي إي سي، فهذه كلها يعني ترانزستورات صغيرة بتضيفها على، يعني زي ما تشايفين هذا كابستر، واضحة الصورة أمامكم، يعني مو شرط إنه هو أي نوع، لكن بشكل عام يعني كابستر ممكن تركبه على نفس في قسام مع نفس مثلا السيرفو، بيعزز لك بشكل خاص السيرفو، وممكن يتركب على يعني عندك الريسيفر، وفي نفس الوقت في أنواع بتكون أكبر فبتتركب على مدير الطاقة مباشرة. تمام يا أخوان؟ وبشكل عام في بعض الموديلات مدعومة بالكابسترات، لكن البعض يحاول يعني يرفع أداء الموديل بشكل أفضل وأكثر، فبيزود بشكل يعني معقول. أنا ما بتكلم على هواة السرعة اللي بيضيف عدد مهول من الكابسترات، لكن أنا بتكلم على يعني أمور بسيطة من غير ما تغير أي شيء، وبتحسن أداء الموديل بنفس البطارية، فهذا يعتبر أبغريد. طيب النقطة الثالثة اللي هي عملية تجديد، وهذه يعني أمر بسيط جدا يعني أو واضح جدا. استخدمت الموديل بعد فترة معينة تلفت عندك قطعة فجددتها بنفس القطعة، فهذا أبغريد، تجديد، تغيير للقطعة التالفة اللي عندك، فهذا يعتبر تجديد. رابع شيء الدعم، الدعم إذا عندك موديل وفي بعض الجوانب اللي تحتاج إلى دعم، زي هذه القطع الألمنيوم اللي من الشركة، هذه دعم للشاصية، هذه تعتبر دعم.
تمام؟ فيعني واضحة إن شاء الله معاكم النقطة هذه. النقطة الخامسة الزينة. الزينة هذه ما لها حدود، ممكن تكون بالإيجاب أو ممكن تكون بالسلب عليك. ممكن من أنواع الزينة اللي بتنعمل على بعض الموديلات أو بعض يعني الفئات زي عائلة الكراولر، بتضاف عليها ألمنيوم كثير جدا، فهذه للزينة. ألمنيوم كثير يعني ما تتوقع كل الألمنيوم هذا المضاف يعني لاحتياج الموديل، بتكون للزينة لكن فيها مبالغة وتفاصيل كثيرة تكلمنا في مقاطع سابقة عنها. لكن بشكل عام الزينة ممكن تكون إضاءة، ممكن تكون دعم معادن، ممكن تكون صوت، ممكن تكون أمور كثيرة في أغلف، في البدي، في الغلاف، في تجميل الموديل بشكل عام. وبعضهم يعني بيبدعوا فيها، زي مثلا قناة أخونا أشرف إف قناة أخونا من المغرب، الله يعطيه العافية والصحة، يعني ما شاء الله تبارك الله. أنا منتظر الفيديو القادم له، ربي يحفظه، ما شاء الله عليه، مبدع ويعني فنان، يعني فنان الحقيقة. فمجمل الإكس ماكس اللي عنده بشكل رائع جدا، ما شاء الله تبارك الله عليه. يعني أنا ماني من الفنانين في الأمور هذه، يعني لا بأس فيها في بعض التفاصيل، لا بأس يعني نقول، لكن تجميل أنا يعني ما بقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله. على الموديل اللي عندي يعني أنا ممكن أخش مع أشرف مسابقة، بس مو في يعني هو أجمل إكس ماكس، أنا حيكون يعني أوحش إكس ماكس يعني حيكون. لكن يا أخوان ترى يعني ولا هاوي آر سي في مستشفى المجانين ما حيسوي اللي أنا أسويه. زي ما تشايفين يا أخوان الاستيكرات اللي عليه، استيكر يعني شانيل إم 5 عطور، وهذه البدي شوب يعني إيش موقعها من العرب، ما لها داعي. شايفين التعتيق اللي عليه، يا مهبت أخونا المصور، ويعني ما شاء الله موديل يعني حتى أبو طلال مسميه أبو القلبات. ودائما أركب الغلاف على ذا وعلى ذا، لا استقريت خلاص الغلاف على ذا والجريد بيعني الديزاين اللي عليه موجود فقط. فلا لا يعني ما شاء الله تبارك الله عليه أشرف، مبدع مبدع. الحمد لله الموديل عندي هو جاهز من بلده، ماني تعبان في المسألة هذه. عفوا. فالزينة ممكن تكلفك مبالغ ما تتخيلها، وزي ما وضحت لكم ممكن تكون بالإيجاب وممكن تكون لا سمح الله بالسلب، زيادة وزن وتفاصيل أخرى. طيب رقم 6 يا إخوان اللي هو طبعا تعديل القوة. تعديل القوة يعني مسألة تعديل القوة هذه يا إخوان يعني لها جانبين، يعني يا انك مثلا قوة الموديل، يا انك بتزود قوة الموديل بترفع العزم، او انك تخفض العزم وترفع السرعة، تمام؟ بس طبعا بشكل متوازن حتى يقدر يعني الباور الموجود في الإلكترونيات يحرك الموديل، يعني هذا أمر منطقي وتكلمنا فيها في مقاطع ثانية أو سابقة. طيب فيعني النقطة هذه تعديل القوة، إنك مثلا بتغيير الإلكترونيات سواء ماكينة أو سبيد، أو إنك بتعديل في البنيان والإسبار، تمام؟ فيعني أو كمان السيرفو، ممكن تغير السيرفو من سيرفو ضعيف إلى سيرفو أقوى، فده تعديل قوة سواء على الإلكترونيات الماكينة والسبيد أو على السيرفو، تمام يا إخوان؟ فببساطة إن شاء الله بتكلم عن التفاصيل هذه طبعا، يعني عشان ما أضيع لكم السالفة أسترسل وبعدين أتكلم عن بعض النقاط البسيطة عن يعني الموديل الجميل هذا من لوسي. طيب وضحت لكم تعديل القوة، كمان تخفيف الوزن، يا لا تنسوا في فئة مشهورة بالنقطة هذه اللي هي موديلات الريسينج. موديلات الريسينج بيهتموا بعملية تخفيف الوزن بدعم الكربون فايبر وبدعم التيتانيوم، تمام؟ وحتى التيتانيوم يستخدم في يعني كمان بعض الموديلات للتقوية لأنه أقوى من الحديد بشكل عام، لكن بشكل عام هي معادن خفيفة. طبعا المعدن اللي هو طبعا التيتانيوم، انما بالنسبه للكربون فايبر عباره عن خيوط وبتنضغط تحت حراره في ماده ريتنجيه وبتكون بهذا الشكل القوي الممتاز، لكن ما يفضل انك تعرضها للمويه،
لأنه حتبدأ تتنفخ، ويعني المهم يعني تفاصيل كثيرة يعني للنظافة والحماية يعني بشكل عام. طيب نكمل، عندك تغيير الأداء. تغيير الأداء رقم 8، تغيير الأداء أو تعديل الأداء، يعني ممكن موديل يكون بأداء معين وانت تغير أداءه. هذه طبعا إن شاء الله ما أدري أتكلم، ما أبغى أزعجكم بتفاصيل كثيرة، لكن لا يعني هذا مثلا الموديل القادم إن شاء الله بإذن الله حاخد موديل من فئة معينة وحغير الفئة ثانية، وسهل جدا سهل جدا إنك تأخذ باقي وتحول لشورت كورس ببساطة. تمام يا أخوان، ببساطة. فهذه من الأمور اللي حعدل عليها أو حختارها في الفترة الجاية. فهذا نوع من التغيير، أنت بتغير يعني تفاصيل كثيرة، بتغير نوع الكفرات الإطارات. فخليني أوضح لكم تعديل أو تغيير الأداء، طبعا مو بالسالب يعني بالسلب بالإيجاب، يعني بيكون تعديل مناسب للموديل، ما هتاخذ موديل وتركب له مثلا. خليني أقول لكم التفاصيل حقت تغيير الأداء عشان لا توهكم معي. تغيير الأداء ممكن يكون تغيير الأداء بتغيير الإطارات، الإطارات حقت الموديل، يعني نوع الإطارات حجمها طبعا بشكل يكون متناسب مع الموديل، ما حتاخذ لي إطارات يعني ضخمة جدا على موديل صغير حتتلف شفتات وأداء الموديل يكون غير منطقي. أنا بتكلم على التطوير المنطقي للموديلات. طيب فالإطارات تغييرها بيغير في الأداء، بيغير بشكل كبير في الأداء. كمان شد المساعدات، المساعدات نفسها لو شديتها أو رخيتها بيختلف معاك نوع المساعدات. مثلا موديلات اللي فيها أذرعة مرنة اللي هي زي الكراولر والروك كراولر وبعض موديلات السبيد ديزرت، فبتحتاج إلى نوعية معينة من المساعدات. لما تغيرها بنوعية أفضل فبيتحسن الأداء وبيكون في مرونة في طبعا السبيد ديزرت يعني مختلفة شوية، بتحتاج إلى مساعدات طويلة لكن مش بالمرونة العالية جدا، يعني لها تفاصيل معينة. لكن بشكل عام له تغيير، له تأثير على الأداء. النقطة كمان ثانية، زيوت الدفرنسات. لما تغير زيوت الدفرنسات درجة لزوجة CST، درجة لزوجة زيوت الدفرنسات، لما بتغيرها بتغير معك الأداء بشكل كبير، بيختلف معك الأداء. يعني الزيت في المنتصف بيصير الموديل معك سبيد بيصير الموديل معك مايل للسبيد، كأنك مركب سنتر سبول من غير ديفرنس وتروس عكسية، كأنك يعني بتكون الضغط قوي جدا فبيديك عملية تسارع أعلى. لما بترفعه في الأمام بيعطيك ثبات للموديل في الرمال، فبتتحرك الإطارات الأمامية أسرع من الخلفية، فلما تزيده في الخلف يساعدك على ترفيع الموديل. فده تغيير أداء، تغيير أداء. حتى الإطارات لما بتغيرها أحيانا بتساعد على ترفيع الموديل وأحيانا لا، فانتقاء المناسب. تمام يا أخوان. طيب تكلمنا عن زيوت الدفرنسات، كمان التروس بشكل عام، التروس للموديل. انت ممكن يعني طبعا انا وضحت العفو بس انه يعني في مقاطع كثيره، بس يعني كزياده توضيح، يعني لما يكون يعني بشكل عام هو واضح ولا لا. طبعا داخل القطعه دي انا افضل اني اوضح، وانا عارف كل الاخوان ما شاء الله عارفين، لكن لا تنسى اخوان في جدد في الهوايه، ف يعني اسف بحاول اوضح بشكل اكبر، اسف على الاعاده بس بحاول اوضح لاخواننا الجدد، ربي يحفظكم جميعا. طيب لما تركب بنيان يعني كبير وأسبار صغير أنت بتزود السرعة، ولما تعكسها تركب أسبار كبير وبنيان صغير فأنت بتزود العزم، فيعني هيكون الأداء مختلف تماما. وطبعا لها تبعية تروس تانية، بنيان درايف شيفت والرينج جير برضو تغييرها يعني مؤثر، نفس تغيير يعني البنيان والسبار له تأثير، فبيغير الأداء، بيغير الأداء بشكل كبير، بيعطيك عملية تسارع عالية جدا أو بيعطيك عزم وبيساعدك على المهارات. دائما العزم يا أخوان بيعطي مهارات، والسرعة العالية جدا بتقتل كل المهارات اللي تتوقعها في الموديل، فيعني هذه كمان نقطة. فيعني بتغير في الأداء، كمان الجناح يا أخوان. طيب أنا أوضح لكم شيء،
مثلا عندك موديل باجي، فك الجناح واعمل مثلا جامب على الرمال، في يعني الجامب المعقول اللي انت بتسويه، ما حيكون مختلف، لكن ركب الجناح هيختلف الاداء، والجناح عامل مساعد كثير، طبعا مو على الموديلات البطيئه، ويعني الموديلات اللي بتكون يعني ها رن يدوبك رن سبيد، فالجناح عامل مؤثر مع الهواء في ثبات الموديل، في توازنه، في عمليه الجامب، فكل هذه عوامل مؤثره. طيب يا اخوان، يعني ان شاء الله نكون يعني واضح النقاط هذه. كمان عندكم أمر ثاني، موضوع عفوا الريموت، أحيانا بتحتاج إلى ريموت بمسافة كبيرة، فهذه طبعا يعتبر من الأبجريد كمان. يعني خلاص احنا خلصنا وضحنا اللي هو طبعا تغيير الأداء عشان لا لخبطكم. بعدها رقم 9 اللي هو الريموت يا اخوان، هذا ابجريد، احيانا بتاخذ ريموت بمسافه عاليه جدا، ما شاء الله اخواننا الابطال المحبين للسبيد بياخذوا ريموت ب 600 متر 400 متر، بيركبوا معززات له على اساس يوصل الى اعلى من كذا، فيعني هذه عوامل مساعده على يعني التحكم في الريموت على مسافه عاليه جدا، وفي نفس الوقت ابجريد تطوير. بعض اخواننا بيحتاجوا الى ريموتات ديجيتال لسرعه التحكم واوامر كثيره ممكن يستفيد منها في الريموت، فبياخذوا ريموتات ديجيتال زي اخواننا محبين الدريفت، فهذا تطوير. لما يكون عندك موديل دريفت بريموت عادي وبتغير بريموت ديجيتال، فهذا تطوير يا اخوان. تمام يا اخوان؟ طيب نقطه يعني العاشره اللي يعني ما أدري ممكن البعض ما يفكر فيها كثير أبدا، ما أدري طبعا، الرمان يا أخوان، البيرنج حق الموديل، يعني أنا تكلمت فيها كثير والله العظيم. طبعا ممكن بعض الأخوان بيكون مثلا عنده موديل بيستخدم موديل صغير، فممكن ما ملاحظ النقطة هذه، لكن يعني أخواننا اللي عندهم مثلا موديلات من ما أدري حتى بعض 1/10، من 1/10 أو نقول من 1/8 وانت طالع، فهتشعر بتأثير الرمان لو كان تالف، لو كان ضعيف، فيحتاج إلى تغيير، تغير طقم رمان كامل وشوف أداء الموديل كيف. على فكرة يا أخوان ترى نقطة مهمة، أنا استخدمت الإكس ماكس يمكن سنة وأنا ما أدري، الموديل القديم، وأنا ما أدري أن الرمان كله تالف، أنا مستغرب كيف الموديل ما يعني ما أدري والله، ما راح اشتكاني للشركة ولا ما أدري والله كيف، فلما غيرته اختلف معاي الوضع، كانت الحرارة عالية، استهلاك البطارية عالي، يعني أداء الموديل ماني ملاحظ فيه شيء ما شاء الله، يعني ما أدري، بس يعني ما كان باين معايا شيء حتى أفهم المسألة دي، لكن لما فكيت الموديل بالكامل البيرنج كله تالف، فيعني لازم تفكروا في النقطة هذه بالذات اخواننا محبين السرعة، بتطور وبتنسى البيرنج، تنسى الرمان، غير الرمان وشوف أداء الموديل. دائما بتكلم في الجزئية هذه، ممكن ما تحتاج إلى تطوير، غير الرمان. طبعا ما مو عندك موديل جديد بتغير الرمان، لا، يعني مثلا عندي الموديل هذا، يعني العفو انا بس بوضح، يعني مو كل واحد عنده موديل جديد ابو بدر قال كذا غيره، لا انا عارف انكم عارفين، بس يعني كتوضيح عشان اكون امين، يعني لا، موديلات جديده ان شاء الله ما عندكم مشكله، لكن موديل مستخدم كم سنه وكمان في احيانا ممكن اقل من سنه الله اعلم، بس يعني بتستخدمه في المويه وفي الطين كثير، فاعرف انه الرمان فيه نزول، يعني لا بد انك تفكه اذا في مجال لعمليه تنظيف، ما في خشونه في الكور الحديديه داخل الرمان، يعني تفاصيل كثيره، شيك عليه زيت اذا اضطريت غيره، غير طقم الرمان بالكامل وشوف أداء الموديل كيف حيكون، حيكون سلس ومرن، فهذا يعتبر برضو من التطوير في الموديل. يعني أتمنى يا إخوان يكون المقطع مفيد لكم، ونتكلم عن تفاصيل أكثر عن البطل هذا اللوسي. طبعا يا إخوان عملية التطوير هذه بتدل أنك بدأت تتفاعل مع الهواية أكثر، يعني مو مجرد واحد عنده موديل، وطبعا حسب ما يحتاج الموديل، ما أقول لك والله عندك موديل ما يحتاج تغيير شيء وإنت حتروح والله لازم، حد أبو بدر يقول كذا، لا والله مو صحيح، لكن أنا بقول إذا عندك موديل ويحتاج إلى تطوير، طبعا أنت مع التطوير حتبدأ تقتنع وتثق في الموديل، حتبدأ تحب الموديل وتبدأ
تدور على أي شيء ممكن يكون مساعد في يعني أداء الموديل، في تجميل الموديل، فهذا أمر طبيعي يا أخوان. فحبيت أن أوضح لكم النقطة هذه. طبعا عامل مساعد على أنك تستفيد من الموديل فترة أطول، على أنك تقتل الملل في الأداء، كل فترة بيكون بأداء معين. يعني مثلا أنا الآن عليه بنيان 15 اللي هو 1.5، حركب عليه 16 وأشوف الأداء بال16، لو حستخدمه في الرمال حرجع 15 تاني، يعني ما عندي أي مشكلة، حرجع 15. أحتاج لعزم في الرمال، في الرمال والتغريز حأحتاج لعزم، ما حينفعني السرعة، ما حتبان معايا، محتاج العزم لرفع الموديل وحركته. فدي الأمور مع الفترة حتبدأ، وأكيد ما شاء الله الكل يعني. وعموما والله في فيديوهات سابقة، بس أنا ما بسوق لنفسي، أنا بس بتكلم عن أمور إن شاء الله تكون يعني مفيدة لكم من هذا الفيديو، تمام يا أخوان؟ طيب، يعني فهذه الأمور اللي بتساعدك يعني ومفيدة من الأبجريد اللي بتسويه للموديل، تحسين أداء، تفاصيل أمرة وأمور كثيرة بتخليك تستمتع في الموديل، تمام يا أخوان؟ طيب إن شاء الله يكون يعني النقطة هذه واضحة. الأبجريد بشكل عام إيش تأثيره على الموديل وتفاصيل أخرى. طيب بالنسبة للموديل لوسي دي بي إكس إل إي، يعني ملاحظتي على الموديل، طبعا موديل جميل جدا، باقي موديل مايل للأداء الرياضي أكثر، حتى لو كان موديل ديزرت، بس باقي يعني زي ما أنتم عارفين الباقي أكثر مايل إلى المهارات. بعدين يعني أنا بالأمانة يعني مثلا لو نتكلم على عائلة الترك، اللي هو الباقي والترقي وترك، الباقي بالأمانة يحتاج إلى مهارة، الترك يحتاج إلى مهارة أبو القلبات، مسميه أبو طلال جاري الله يستر عليه. الترقي إيزي، فيري إيزي، يعني من أسهل الموديلات في القيادة، تمام؟ فإحنا بنتكلم على الباقي البطل هذا، طبعا موديل راسي ما بنقلب، طبعا منخفض على الأرض، يعتبر حتى لو كان مرتفع بالدرجة هذه بس لأنه حجمه كبير، لكن بشكل عام يعتبر كحجم من الموديلات المنخفضة الباقي بشكل عام. إيش ملاحظتي على الموديل؟ ما في شيء والله يعني كبير جدا، ولا بقول لك إنه الموديل يعني ما في ولا عيب، كل شيء ممكن يكون فيه عيب، ده أمر طبيعي. من ضمن العيوب الوزن، 13 كيلو، يعني أتمنى الأداء ده بيكون بوزن 10، لكن 13 كيلو الحق يعني ما شاء الله عليه بطل ومتحمل، لكن يعني أنا كنت أتمنى أنه يكون السبيد حق سبيكتروم 200 أمبير حتى يتيح لي أني أركب بطاريات بسعة أكبر، يعني 160 أمبير لا بأس فيها، جيدة جيدة جدا، لكنها محدداني ببطارية بسعة معينة ما أقدر أزود عليها سعة، في النهاية بيتلف عليها السبيد، وأنا يعني ماني محتاج أني أخسر، وعندي المعلومة البسيطة هذه. فيعني اتمنى انه مثلا يعني انا زي ما انتم شايفين انا هذا للمستقبل مخلي بماكس 5 من هابي وينج، شركه رائعه كمان، وسبكتروم شركه ممتازه. فاتمنى لو نزل يعني لو نزل اي سي لسبكتروم 200 ملي امبير هاخر السبيد هذا وحركب سبكتروم. طيب ليه يا ابو بدر سبيد يعني هابي وينج ممتاز وإيزيريون يعني إيزي ران سهل، ما هو مثلا إكسيريون؟ إكسيريون يعني اللي هو طبعا بيكون بريشليس سنسورد، هذا بريش تركبها على مكاينة البريشليس العادية، فالمكينة بريشليس عادية ما فيها أي كيبل خلفي، فما يحتاج يعني خلاص، ومكينة 780 كيفي فمناسبة جدا ويركب عليها. لكن ودي لو نزل سبيكتروم 200 ملي أمبير حفضله، ليش؟ عشان يكون فيه هارموني أكثر يا أخوان. الإلكترونيات لما تكون كلها من شركة واحدة أفضل. أنا عارف ممكن تركب دا على دا ودا صحيح، ما في أي مشكلة، ولا بقول لكم غيروا واحد، لا لا لا، بس يعني إذا عندك الفرصة هذه فليش لا، هي أفضل، أفضل في تناغم في الصناعة والتطوير على يعني الموديل بشكل عام، تمام يا أخوان؟ طيب
فهذه الملاحظة اللي هو أتمنى أنه لو كان في سبيد 200 ملي أمبير يكون أفضل، يعطيك وقت زمني. لا تنسى موديل تقيل وبيستهلك البطارية، حتى لو ماكس إم بيستهلكها. طبعا قلت لكم للفترة الجاية باخد هاي فولتج وبجربها فيها وقت أطول، فهذا عامل مساعد للفترة الجاية، ولا الآن الحمد لله ما عندي أي مشكلة. وضحت لكم موضوع الحرارة أو الدخان اللي كان طلع من الإضاءة، تمام؟ وأرسلت أنا للشركة، ويعني الحقيقة ما أدري، ما ردوا عليه، ما فادوني، يمكن يعني الجملة غير واضحة، الله أعلم. لكن بشكل عام في حلول أخرى، وبستفيد كمان من الإضاءة. أنتوا عارفيني زي الخفافيش، بنزل في الليل الساعة 1 الساعة 2 الحمد لله رب العالمين في الليل، فيعني الإضاءة كمان عامل مساعد، تمام؟ فيعني المسألة بسيطة جدا. فيعني زي ما انتم شايفين يا اخوان، من الصورة واضحة لكم، ما ادري هذا الجوال قاعد يشكل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين بركب له اللي هو لايبو لايف، اللي هو طبعا الفولت حقه 3.3 للفولت الواحد. وهذه كم؟ والله حتى انا ما تأكدت من يا الله ايش الإضاءة هذه. طيب هذا ثلاثة سل، حلو ثلاثة سل، ويعني جميل جدا، وزي ما انتم شايفين صغير جدا ولا في اي مساحة كبيرة، فبركبه واشبك فيه الإضاءة، والحقيقة يعني جربته جدا رائع. ف يعني فولت منخفض فمناسب على يعني على الإضاءة اللي عندي، ما في أي تأثير كبير ولا في حرارة ولا دخان ولا أي شيء، فيعني أفضل. وفي نفس الوقت تقلل استهلاك البطارية لو ركبت إضاءة معها، لأن إضاءتك يعني إضاءة كبيرة وكبيرة وتستهلك زي ما انتم شايفين يا أخوان. فأنا وصلت يعني البطارية 3 سل، هذه اللي هي البسيطة 210 أو 2100 ملي أمبير، فيعني ما شاء الله بتجلس وقت طويل معايا، وفي نفس الوقت ما بستهلك طاقة البطارية للموديل. وزي ما انتم شايفين ركبتها، شايفين الإضاءة، إن شاء الله الإضاءة حقته قوية جدا. وهذا على يعني البطارية الآن هذه اللي مشحونة على ستورج، يعني منخفض الشحن كمان للحفظ فقط. فزي ما انتم شايفين إضاءة ما شاء الله، ولا في أي حرارة ولا في أي مشكلة، ولله الحمد والفضل الله سبحانه وتعالى. فمسألة بسيطة جدا، ويعني بتساعدني أني ما استهلك البطارية. فزي ما وضحت لكم يا إخوان، فإن شاء الله أنها تكون يعني جيدة وبتحل للمشكلة هذه، لأنه الحرارة بتكون في الإضاءة بشكل غريب الحقيقة. إن شاء الله أني أقدر يعني أستفيد، وفي نفس الوقت لا زلت يعني بدور على معلومة تفيدني في الموضوع هذا. طيب زي ما وضحت لكم الأبجريد والتطوير اللي أنا أخذه للموديل ولعملية الدعم، وزي ما وضحت لكم كمان زي ما تشايفين يعني يفضل أن يكون عندك الأمور هذه. إذا عندك موديل يفضل يكون عندك احتياطي بنيان وسبار يا إخوان، هذا أمر طبيعي. يعني يتلف شيء حتى ما تقعد تنتظر فترة طويلة، وأخواننا اللي بياخذوا أبجريد عارفين الوقت الزمني اللي ممكن يطول وممكن يجيك سريع، يعني سبحان الله، لكن في نفس الوقت ممكن ياخذ وقت طويل جدا عبال ما يوصل لك. ف يعني استعد من وممكن تدخل على موقع بتاخذ منه، والموقع تلقى خلص منه القطعه اللي تبغاها، فبدل ما يعني تدخل في رتابه او وقت معين يضيع عليك، فخذ يعني ما وفي نفس الوقت عامل مساعد، فتره تغير يعني البنيان جير هذا، فتره تغير الثاني، فيعطيك يعني متعة شوية، فاني شوية، سبيد، فيعني عامل مساعد. طيب يا إخوان كمان زي ما وضحت لكم يعني يفضل أن يكون عندك أكثر من بنيان أو بنيان وسبار حتى يكون احتياطي للموديل اللي عندك. طيب كمان أخذت زيوت زي ما تشايفين TLR، طبعا TLR هذه طبعا موديلات الريسنج الخاصة بلوسي. لوسي عندها فئة التي ال ار، في مثلا موديلات باجي تي ال ار، موديلات تراجي تي ال ار، موديلات شورت كورس تي ال ار، فلوسي داخلة في الموديلات الخاصة بالريسنج، الموديلات الرياضية الخاصة بالريسنج بشكل كبير، ولها باع طويل في هذه النقطة. طبعا انا اخذت الزيوت زي ما وضحت لكم، لازم يكون عندك كمان زيوت لدفرنسات الموديل اللي
عندك، يكون عندك احتياطي، تبى تغير تبى تعدل يكون عندك. فبسيط الحمد لله، 30,000 30,000 و50,000 فمتوفرة. باقي زيوت طبعا المساعدات، فالآن من فضل الله سبحانه وتعالى متوفر عندي زيوت المساعدات الخاصة بالموديل، وهي بتجي باكج يا إنه أعلى يا إنه أقل، 6 6. فأخذت 6 اللي هي من 40 دبليو تي اللي أنا أحتاجها. واضحة زي ما تشوفوا يا إخواني، هذا طبعا زيوت تي إل آر حقت لوسي، فأنا اللي أحتاجها اللي هو 40 دبليو تي اللي هو الخاصة بالمساعدات، هي 516 سي اس تي، تمام، وال 45 610 سي اس تي زي ما انتم شايفين، ونفس الشيء كل رقم طبعا 35 دبليو تي اللي هو 420 وهكذا زي ما انتم شايفين. فانا بستفيد منها، ما اخذت اللي هو الفئه الاعلى، اخذتها الحد اللي انا ابغاه والادنى لانه هو اثقل موديل عندي، واخذ الزيوت هذه للمساعدات، فما احتاج رقم اعلى لموديل ثاني عندي اثقل، هو اثقل حاجه فحاخذها للاقل واستفيد. يعني مثلا عندكم زي اللي هو 30 دبليو تي، هذه خاصه بالاكس ماكس، مناسبه للاكس ماكس، نفس النوعيه ودرجه لزوجه زيت المساعدات للاكس ماكس، وهكذا بستفيد من الباقي لموديلات ثانية. فيعني هذه بعض الأمور اللي حبيت أني أوضحها لكم. الزيوت لازم يكون عندك متوفر زيوت للمساعدات، للدفرنسات، بنيان وسبار، زي ما تشايفين السبار هذا 48 تي طبعا اللي هو المدى السن اللي هو 1.5، واضح الصورة لكم اللي هو 1.5 طبعا 48 تي اللي عليها 50، فهذا عامل مساعد على تغيير للسرعة وعملية تغيير وتجربة، وفي نفس الوقت انت بتستمتع وكل شوية بتجدد وبتغير في الموديل وبتستفيد من الموديل فترة أطول بأكثر من يعني أكثر من أداء صاخب أو أنه أداء سريع. الله يعطيكم العافية، أتمنى يا إخوان يكون الفيديو مفيد، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يسر يعني في الفترة الجاية بنطلب الموديل البقي اللي بنحوله اللي هي شورت كورس، وبنتكلم عنه إن شاء الله في فيديوهات سابقة الله أعلم وقت ما يوصل، وبنفاجئكم فيه إن شاء الله. طبعا زي ما أنتم عارفين يعني موديل زي هذا يعني هذه الجودة و ما هو موديل يعني بسيط، فعليه ريموت تو شانل. يعني الحقيقة اللي عوض زي ما قلت لكم الابليكيشن والعملية هذه اللي بتساعد كأنه معاك ريموت ديجيتال، لكن في اخوان اللي هو طبعا دي اكس 5 اللي هو سمارت، دي اكس 5 سمارت غير الدي اكس 5 العادي اللي هو بيكون سعره اعلى، فدي اكس 5 سمارت مناسب جدا جدا للموديل، فبرضو حيكون هذه في الفترة البعيدة الجاية، لأنه الحقيقة يعني بعد ما استخدمت التطبيق ما احتجت لأكثر من كده، لكن للفترة الجاية ما يمنع. الحقيقة موديل يستاهل، ومدام حبيت الموديل وثقت في أداء الموديل فبتحب تطور فيه وتستمتع فيه بشكل أكثر. هواية جميلة استمتعوا فيها إخواني، ربي يحفظكم إن شاء الله. أتمنى يكون المقطع مفيد ويكون فيه معلومة جيدة لكم، ربي يحفظكم ويسعدكم. تحياتي أبو بدر أخوكم ياسر بجهموم، السلام عليكم، باي باي جايز.